ان الواحد يقول للمطور بسم الله يلعن يلعن على ابوكم بس. اصرخ. نعم نعم اصرخ. ايه اصرخ. نعم الحين يفتح خرج لي. يقتلنا والناس تغواه. يا اهلا وسهلا يا ويلكم باك. فتحت ال هذه المفاجأة. دقيقة دقيقة والله انك تستاهل. خذ دعوت مظلوم صدقني. طيب خذ عشان تصير مظلوم. ادع علي مرة ثانية يا مصعب. شو اسمه؟ لا اله الا الله. رحت دخلت قلت اكيد بيوقف شوي ويرجع زي ما صار بث لعبة البث وطول. فقلت وشو بغير السيرفر من موقع ريستريم اللي انا بثله. دخلت ريستريم ما يفتح معي من اساس. واضح الموقع كله فيه مشكلة. فاضطريت اني اسجل خروج وبعدين اسجل دخول بحساب يوتيوب دايركت بدل ما هو على ريستريم. ويجيني كود على الجوال وانتظره وتأخر وتسجل بعدين عي اني ابث. قفلت الاو بي اس فتحته. الموضوع احتاج 3 دقائق. المفروض كل هذا اسويه في دقيقة واحدة. طيب نرجع لمحور حديثنا. وين يبغاني اروح وخرج لي؟ سورسو هذا يا اخي الحصان ما ادري وين راح. اتبع الرياح. الله ياخذ ابو الرياح. السلام عليكم. قولون لا 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 يا دحكس. لا غلط غلط. هذه فيما ما تعطيها تايم اوت مهما كان. يعني سيافة ولها احترامها وتقديرها. عندها لها سنة تعطيها بان. شفت خليها تقرأ شات من الشاشة. حالاتها كذا. ما عندك حنكة يا دحكس. أول مرة بس التايم اوت. طيب حصاني وينه؟ والله لمشي. والله لو تزهقون كلكم لكمل مشي لين المطور يجيب حصاني. تحسبون بوقف اللعبة ولا غير؟ والله ما غير. حتى لو يجي مطور تويتش وقف البث والله لكمل لين يجي وقت المفاجأة. أنا استظرف يعني جاية باند. والله جرب حظك يا مصفر. فيما في صوت صدى تابعنا من التلفزيون. بسم الله. الحق الرياح. الله ياخذ ابو الرياح اللي من امس انا قاعد الحقها. عليكم السلام اللي سلم. يا اهلا وسهلا. طيب هو قال اختبر المخندق ما ادري شو اسمه المعسكر. عليكم السلام يا زوي. فالظاهر العله هنا لازم اكلم ناس عشان تبدا المهمه. يعني طلعتونا من المكان على الفاضي كله من اعتماد. افتح الخريطه. معي خريطه انا. اصبر خلنا نخلص. شابنا الغالي حاتم وين مختفي؟ حاتم موجود. قطع فتره بس انه بث قبل كذا يوم. تعجب حاتم اذا ما سويت له فولو بيطلع لك قناته في الشات. طيب وبعد الخريطة تقول لي أحا لا لا لا. طيب الصياد ذخيرة بيع شبيع ولا خليها معي. طيب الخريطة يقول أوكي هنا الخريطة نروح نقشيمة. طيب حلو سوينا تتب. لا لحظة أصبر 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 أصبر, أصبر. دقيقة دقيقة دقيقة. فينا ذهب تشوفونه. حصل معسكر. طيب انا في المعسكر ولا انا وين؟ شوف العلامه عنده افحص عن دقيقه دقيقه لا يموت.
الخي خزي قبل شوي. بأخرج لك لنخفق هذاك. خلاص بنروح له بنروح له. دربات دربات لأني بث على تويتش. أخرج لي لازم منزل أنا البتريت شوي. كنت 8000 قبل شوي الحين 5000 وبيقطع حتى بالخمسة آلاف. بالله عشان هذه يبغاني بس أفحص هذا. كل هالمرمطة اللي على الفاضي. الله يشغلكم كان هالسوالف مخلصة موقف البث. الله لا يوفق المطور. الله يشغلكم. لعبة كلها سوالف. خلاص تدبسنا فيها شكوى الله يعني. عاديو السلام. أحب الألعاب الألعاب حلو. أحب الألعاب اللي زي هذه. تدرون ليش؟ لأنها تعطيني المجال أني أتحلطم. وهذا شيء أنا أحبه. أحب الحلطمة. دقيقة الخيارات. إمكانية الوصول. بعدين تروح للعرض. بعدين تروح لأسلوب اللعب. فعلا ما في سكيب. حصاني وينه؟ حصان بالجوار وين؟ لازم نرجع له. البث يقتلنا. والله انه يقتلنا. السوالف تقتلنا ولا البث ممكن يكون احسن. يعني لو تدرون لو ما في سكيب او لو في سكيبات يمكن انا الحين واصل اول بوس وصاير قمار وحماس واللعبة صارت اكشن. صف الحصان كضغط سامي صار. بس اللاعب ما يبغى يصير مصفر ما ادري ليه. فهمتها مصفر؟ شكلك ما فهمت النكتة. اذا ما فهمت علمني عيدها لك. خلاص توكم سولفين. الشات والسيرك ممتع اكثر. والله انه ممتعين فعلا اكثر. بس تستاهلون نفس الوقت. حسوا لما العب العاب زبالة تجون تقولوا للشايب بس شغلته يسوي سكيب. عرفت الحين اللي يسوي سكيب؟ القم القم. عليكم السلام يا سعود اخ. يلا حيا والقم يا سعود اخ معهم. ايش رايك تختم دراستي في السلام ابغى؟ صح يبي يصيح. يعني ختمت الاول والثاني ما اتوقع انه بيعجبني. السيرك ارحم من بثك ارحم من اللعبه. يا الف انا اتقبل الاراء طالما ما في طاري زورو عادي. هو فعلا السيرك والله انه ارحم من اللعبه هذه من السوالف حقتها تحديدا. اطلق النيران على الشمع بس لعبتي. زورو اعظم سياف. بسم الله. من شات الشاشه يا خربز. مع السلامه. راجعنا بعد البث بالله عشان مفاجأة حقتنا. مفاجأة يا ولد. ركز مركز. يبغى الاول. اوكي ايزي. تبي تكمل لعبه؟ بخلصها كامله بعد. ايش رايك ختمها كامله؟ ليه؟ طيب هذا اللي قاعد اسويه يا مطور. فوق شوي. ثالث. ما في ثالث. اوكي. سؤال للخبراء. السهم هذا اللي قبل شوي بيكون اجباري عليه استخدمه ببعض الاماكن ولا يخيرني بينه وبين السيف. لا شغلة الاسهم انا مع هذه ما احبها. عادي تقول لنا المفاجأة من دحين. والله لو تخصني بقول لكن ما لي علاقة فيها. اجباري خيرك. كل واحد يهبط على طول. على قطن خان سمعت ان ولده تخرج من المتوسط سي سي. انا بتخرج. انا بتخرج بدون ما نوصل له. الله ياخذه. بدي اسلم معك في قال كبد. والله ودي بس مو بكيفي بكيف المطور. طيب ادرس يقول لك هنا في برميل. يا
طيب أش الدبابير؟ ها يعني أعلان بنزر أنه بيبوث ماد إكس دوكي. كل شيء وارد، بس ما أقدر أقولك الحين. مفاجأة، خربز ببث تلعبون أمانك. كل شيء وارد، كل شيء وارد. الحين سيرفرات تويتش، أنا هينها معك والله ينمرون والله ياخذهم. أتوقع لو أرجع الحين على الريستريم بيشتغل، بس ما خلاص ما نبغى كل شوي نوقف. تولى فعش الدبابير ما عليك، ما سويها، أبسحبهم للبرميل بعدين تعطيها زي كذا. لا أصبر، بوم بوم، فلسنا نحل عليهم. حلو الحين. لا استعجلت، كل شيء وارد يعني، كل شيء ما عدا ماينكرافت و موجيكاتو. قم ليه ليه فجر براميل وانا ايمي وحش؟ ايوه الحصان الحصان، القم القم يا مجنون، القم يا مجنون. اصبر تعال، شكرا على الفولو. ايش في خلاص امو طيب حلو. بس 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 شو 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 بسم الله. الكومنت ليش ما يموت بسهم واحد؟ شوي قوي مرة. حلو خلصنا، اعطني. ليس سيئا، طبعا ليس سيئا، لان انا اللي العب. شكرا يا فوز، شكرا على التجديد، يا اهلا وسهلا. يلا حيا، ما راح اقول لك الكلمه هذيك، ما عليك لا تخاف، خلاص تأدبت، انهاء المعاناه. يا هلا كذا شايب، شاف مربع ضغط، خله يعاني. خرج لي، أقدر أبدل السيف هنا الحين؟ هذا مدرع، شو السوات يا جماعة؟ كيف يموت؟ مربع، معذرة، ما كنت تدري إني أقدر أستخدم هذا وهذا، والله أنهى معاناتي حتى هو. ما عليكم، المرة الجاية، المرة الجاية شد حيلك يا السبك، المرة الجاية نشوف من هالسبك. توفوا طلعت الشمس، عيد. لا ما عيد، ننزل تخلص من المغول في حصنك يا ماما. هل تعلم أن كلمة أساسنا أصلها كلمة أساسيين العربية؟ أوكي، ملكم ملكم في اللحية. اللي بعد اللي بعد تعال. طيب أبغى السهم، أبغى السهم. شلون السهم؟ بس التو لكم على عينك يا هانزو. اصبر نهيل تدال. لا الكاميرا، الكاميرا مطور مطور. تم قتل قائد، كفو وضعية الماء. طيب وبعدين ايش فيدني الخرابيط هذه؟ اذا البث يقتلون علموني، اذا قطع نشوفه عندي يصير اصفر احمر ويرجع رؤوسه بالرؤوسه بالرؤوسه. مو بهنا اللي يطلق؟ اوكي، قاعد يطلق على العمود مدري على المنارة. الامو ما في امو.
طيب نقول بسم الله. تعال تعال يا هانزو، انت الثاني بيجيك، اصبر. الله تفنيشه. اهلا وسهلا، يلا حي. لا لا لا، تعافي 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 ثاني، يلا تعال. اي تعافي تعافي تعافي، تعال تعال واجهني هنا دال. جلدت والدي شاهد البث 160 وقطع. هذه عاد شكوى الله من نتك يا بدولي، هذا اللي جلد قبل، ما حد جلدني يا مصعب. طيب حلوين، خلصنا البث اللي راح. كم كان؟ ساعة وربع. خربز متفند لحين، اشغل اهلي مو بلازم تفكرنا، لله درك. حسبت انك لا سمح الله جاي تفزعله، لكنك وافي كما عهدتك. اتركوه اتركوه، خلوه يسمينا الصياح، خلوه يسمينا الصياح. عليكم السلام يا فصل، يا اهلا وسهلا، يلا حي. بسم الله. ايوه ونخليهم يسولفون. نعم سمعني صياحك، ما يقرا الا من الشاشه مسكين، يبغى له نظارات. اكبر لك الشات يا خربز، تبغى اكبره في الشاشه علمني اذا ما تشوف ولا شيء. وبس ونبدا نلعب. يقول كبر يلا اقرا البث الجاي ان شاء الله. يا عزتي له ابو خربز، بس والله انه يستاهل، خله يلقم ويسمعني. كيف اسوي الديلو؟ لازم تلعب هولو نايت عشان ندخل البيت ذا. عليكم السلام يا مو، قصدك تايم اوت وذ بيتس، لازم تشحن بيتس بعدين تكتب اسم اللي بتطعنه في الفراغ اللي تحت البث و... يعني شغله شوي. هي ضغطوه، شوف شوف الفيسات هذه يا خربز، هذه كلها لك. شكله فصل. لا لا ما لك، شغال الامور مستتبه. ضبط خلاص كويس. للأسف ولا لا؟ للأسف ما فيه، تقدر تطعن نفسك؟ ما أتوقع. إذا قصدك بالتايم أوت والبتس. مسوي ريكوست بعد؟ بالله رجع رجع للريكوست وارجع طعنه بان ثاني أدحكس، عشان يصير سمعنا كلامه. وإذا قال شيء قل خلاص، أنت قلت شيل الباند أنا شلته. طيب هنا الطريق الرياح. طيب الرياح من هناك، الحصان وين؟ شايب يفزع وقت الكز. إيه كالعادة لا نفع ولا شفع، وقت الجلد أندعس وكاتسينات تصير قوي. ويييي يا أخي دحكس، هذا أسطورة أسطورة كذا، بس ما خليت كذا تنفس ثانية واحدة وانطعم مرة ثانية. عليكم السلام سيودم، يا الله حي، يا أهلا وسهلا. ليه الرياح هنا؟ الله ياخذ أبو الرياح، ما طلعوا لي علامة. كيف الحال ابو سيوده؟ بسم الله. من هنا؟ لا ابدا مو من هنا. وين الطريق؟ ماد اكس سلام عليكم، السلام سعودك. عليكم السلام يا طاجك، كيف الحال؟ ايوه هنا. مساء النور يا مدمد، اهلا وسهلا. それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。
حسبي الله اللي وحقني باللعبة هذه، سوالفهم ما تخلص. بس والله اللعبة لها مستقبل حلوة، يعني كبداية اللعبة رهيبة، بس لو ما يسوون كثير تصير أحسن لعبة. يعني ممكن أهايط وأقول أحسن حتى من سكرة، مع أنها تخسي. من سوز فيها سكبات هيك شحلاتها، ما فيها حتى كتسينات كثيرة. الحين عرفت ليه المقطع اللي راسل لي اللي يقول كل الكتسينات مدة 6 ساعات. أنا ما جاء في بالي يعني هالشيء، ما استوعبت للحين. مشكلة تعبت سكبت شو اللعبة بطيئة. لا ما عندي مشكلة بسرعتها كبير يا محمد، اضغط وشكرا علميا على راسي. صراحة اللعبة ما عندي فيها مشكلة، يعني كويسة نوعا ما، بس السوالف الكثيرة تطفش. يعني اوكي انا بتقبل انه ما في سكيب، جاد اوف وار ختمتها بدون ما يكون فيها سكيب، بس ما تقعد كل 5 ثواني موقفني قاعد تسولف. اركب. عليكم السلام يا ابو مزة، شوف رجع يسولفون، يلا خذ لك. شكرا على الفولو. من اللي انجلد؟ صار نوكس جلد. ليه؟ ايش سوالك؟ ايش فايدة صلاة اللعبة اذا طول الوقت؟ فعلا والله بيكون ما منها فايدة. يعني الفايدة الوحيدة بوقت الفايتات بس. والله شوف اللعبة الزبالة هذه اعطاني اياها اكثر من شخص كثير اقترحوها علي، بس يعني اللي نوعا ما خلاني العبها كان بنزل بعد ما شاف كل الكاتسينات. يا الصبر، شلون شاف هذا كله؟ انا من اول 2 ساعة في اللعبه طفشت. اي والله اني خضعت وقرأت، شكرا الله. اي والله تحت تحديد السلاح، شكوى لله. هذه اللعبة احس حقها بث بعد فجر، اللي كذا طفشان والناس زهقانة، ما في الا انت بث، فمغصوبين زيك انهم يشوفون وعادي يتقبلون. سوالف بعد ما يخلصون سوالف يناقشون السوالف، بعد النقاش جدال شفوية، وبعد سوالف يهدون بعض ويرجعون يسولفون سالفة أخيرة، وبعدين يبدون سالفة. في سالفة في النص أنت رسيت تكتبها بعد، اللي هم رايحين للحصان. وصلت لنقطة أسلوب استخدمها لتعلم أساليب جديدة قوية تساعد. أوه بس الانحراف، لعبة الانحراف عطني، أنا منحرف. أسمع سوالف المذني ولا لعب؟ والله أنا أتفق معك، يعني أول مرة أشوف يعني شيء أسوأ من سوالف المذني. يعني يرجع من الباند وتقول له شكرا شوي، طيب ألقم يباند ثاني، هذا من عندي أنا، أشكره زي الناس مرة ثانية. الرجال يعني تكفى بالموضوع وشال الباند، شكرا شوي ليه؟ والله صدق اللعبة تطفش فعاليتي كلها في الجات، أبقى أطعم فيكم كلكم، أنا كذا بستانس. ومرة ثانية زومي على الشاشة تشوف الجات تحت اليسار. كل شخصياتي في اللعبة دي عبارة عن مذني صغير. لا والله مذني كبير جدا جدا على هالسوالف. شايب رجعني القفص حقي بنامي لناخر البث ماد اكس سليبي. شايب رجعني القفص، لا عندي شيء احسن من القفص. بسم الله بانت، يلا معهم معهم يا اخطبوس. دقيقة نشوف فروان اطعنوني. اوكي كبير اللي يسمع الكلام، شو يعني مو بس الشايب اللي يسمع كلام الشات، حتى السيافين يسمعوا الكلام. يجي احد يقول اطعنوني ينطعن، مع السلامة. طيب الرياح، انا عكس صح؟ انا والله اني قاعد اهبط من اليوم، يعني زيادة عن اللعبة زبالة لعبي ازبل، ويا اجملها لما تكون لعبة زبالة ولعب ازبل. طيب تقولوا لي متى الاكشن؟ اقدر الحق عليه في البث هذا ولا اوقف؟
خيزران أعطني. الله يخ... الذي يأخذ الرياح إلى قاعد نلحقها من بداية لعبه. وين راحت أصلا؟ ما أدري أشوف رياح. أصبر أصبر خلونا نلوت. عليكم السلام. لوت بعدين أشوف موضوع الرياح هذا على جنب. ليه يطلع لي أحمر؟ ما في رياح. طيب أصبر المهمة. ولا في مهمة ذهبية وأنا أروح أنا. في هذا بس ما توقع هذا المهمة الرئيسية. خلينا نشوف هذا الوجه. تعال. أعرف المهكرة. بسم الله. هذا وشو؟ شيل كتان. اللعبة تسيف على طول ولا لازم شيء أنا أسويه؟ دقيقة في القائمة ذي. حفظ اللعبة. شايب اسمع ذي فيه برماوي سألوه ليش الناس تخاف من الحسد؟ قال لأنه ملك الغابها. إيش رأيك؟ نجهز لك النكتة على طول. طيب انا بقفل البث. اظني مع البث اللي قبل كملت ساعتين. شايفين ما تقول هي اسفه؟ لا 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 تفك. اذا خلص البث الحين انا افك كل الباندات. كملت ساعتين. مفروض اني اطول اكثر من كذا صدق الخطه بس بشوف يعني بشوف موضوع اللعبه برا البث. اذا وصلت بوس ولا شيء بوقف. بالكثير ساعه ساعه ونص. شكرا على الفولو. ساعه ونص. عند السيسي بيبث أمونج أس أنا وياه والمذن وخربز وأتوقع سيودم وباقي الشباب من عند سيودم والله أعلم. لأن 99% منكم 6 شهور أمونج أس أمونج أس أمونج أس أمونج أس فقلت مالها يعني لا أقولهم أنه مفاجأة عشان تجون. فلازم أقولها الحين عشان ما تسحبون. فولي ما يدري وين قناة سيسي بتطلع في الشات. سو فولو لين ما يبث على الأغلب ساعة بالكثير إن شاء الله ما نطول. فانتظرونا وقتها هناك. كان ودي أني أكمل بث لما يبدأ هو بس ما أبغى أطفش ما أبغى أطفشكم. بسوي الأشياء حقت بداية الطفش في اللعبة برا البث. إذا وصلت شيء أحس أنه حماسة بوقف عشان جهز البث اللي بعده. شكرا للبث. شكرا لمحمد. شكرا للجميع. شوفكم عند السيسي. لا تنسون للقاء.